لك حياتي؟ انت بالانجلش هوايتك مش اسمها تشوت؟ صحيح. وانا كمان تشوت. لا ما تقوص هيدا الطير. ليه؟ هيدا الطير اسمه لقلق، بنظف كل شيء وبحافظ على الزراعه، ما تقوصه. خليني اقوص هيدا. لا هيدا باشق، الباشق بيفتح تمه هيك هو طاير بياكل فوق العشرة آلاف برغشه، اذا قتلته لحق على برغش. هيدا منه باشق ولا لقلق، خليني اقوصه. لا هيدا اكيد طير مهاجر، يعني على الحال اليوم حتقضي على الدوره الايكولوجيه كلها. ايش يعني؟ يعني هيدي هوايه مش طبيعيه، هيدي هوايه بتودع على الهاويه. مش سامع بالمثل اللي بيقول ما في طير ما في طير؟ ما تتصيد كيف ما كان.